أيتها الدولة الجزائرية أو أيها النظام الجزائري، منطقة القبائل باش نسكتوها ماهيش بيبي، احنا باش نلقاو حل. الحل الوحيد باش ما تكونش الفتنة هذه وما يكونوش الانفصاليين هذا وما تكونش الانفصال هذا اللي كنتم تهضروا عليه، مش بتاريخ انه نتهموا هذيك باللي على اساس من اجل تخريب البلاد، ولا يكتبوا يعني اصحاب الصفحات المعادية للامازيغ ويبداو يشتموا في القبائل. هو اللي لازم يكون نظام صارم، نظام اذا حب يكون نظام صارم. القبائل ضحاو ضحاو، وحتى انا نعذر، انا نعذرهم، موش نعذرهم وموش نشجعهم في نفس الوقت، انا نعذرهم نعذرهم. القبائل في بزاف حوايج، اذا ترجعوا تاريخيا القبائل نادوا بالتعدديه الحزبيه في 63 نادوا بالتعدديه الحزبيه. اسكو طبقت التعدديه الحزبيه من بعد ولا لا؟ من هم سبب التعدديه الحزبيه في الجزائر؟ هما القبائل. كاترباويت صارت التعدديه الحزبيه، اسكو القبائل ومن بعد الناس دروك اللي طالب تقول لك القبائل اعداء، القبائل اعداء، القبائل أعداء. اسكو الحاجه اللي طلبوها اسكو جات الدوله دارتها بالسيف ولا فهموا باللي القبائل على حق؟ هذه اللي حبيت نفهمها برك، اسكو فهموها باللي على حق؟ الناس دروك اللي ضد القبائل، ضد القبائل وتهضر اسيدي علاه درت التعدديه الحزبيه؟ هادو كانوا نادوا بها القبائل في 63، نادى بها ايت حمد ومحمد الحاج في 63، وماتوا من القبائل هذاك الوقت، صنفوا القبائل كمتمردين وماتوا منهم القبائل يعني بقوه. وكان يعني بكل صراحه كينادوا القبائل بالتعدديه الحزبيه هذاك الوقت، صراو باللي راو انفصاليين، والتنفى اي تحمد سجن ومن بعد تنفى، يعني صارت امور كبيره خلاص. معليش لهنا ومن بعد في الكاتربويت انا قلت لكم درتوا التعدديه الحزبيه، واحده القبائل هما اللي جابوا التعدديه الحزبيه، هذه واحده حطوها مليح تاريخيا، حطوها مليح يعني هذه تاريخيا في بالكم. ليس خوف من القبائل، لا لا، لانه لقوا القبائل على حق، يلزم يتنحى الحزب الواحد وتصرف فيها تعدديه حزبيه. اللي درك المعارضه شين هم دايرين تعدديه حزبيه، سي نعيم دايره تعدديه حزبيه، سي عماد قابا درك هاو تعدديه حزبيه. لو كان درك كنقعدوا كلها في الحزب الواحد وخلاص، القبائل هما سبب التعدديه الحزبيه الواحده اللي طلبوا بها في 63، يعني القبائل كانوا فايقين عليكم قبل 88، لو كانت نحي من 88 63 يعني افونساو عليكم بقدام. هذه واحده. نروحوا من 1980، من 1980 واش كانوا داروا القبائل؟ زيد عندنا هذوما يعني الاحداث الكبرى. 1980 كانوا طالبوا بدمج الامازيغيه كلغه. اسكو دمجت الامازيغيه من بعد ولا لا؟ هاي دمجت الامازيغيه، اسكو دمجت الامازيغيه ولا لا؟ لا اسكو من بعد دمجت درك الامازيغيه ولا لا؟ هاي دمجت الامازيغيه، هاكم دسترتوها وكلش، يعني كانت هذاك الوقت بدمج الامازيغيه وداد الدمج الامازيغيه، هاي الدمج الامازيغيه، شكون اللي جاب الامازيغيه باش تدستر؟ سي القبائل. اهضروا يا اهضروا يا ايها الشعب الجزائري، يا ايها الامازيغ بعد، يا ايها الشاويه، يا ايها بني مزاب، يا ايها التوارك، القبائل هما اللي جابوها لكم. كي نروحوا ثاني الاحداث 2001، 2001 زحف هذاك خوتي، واحد ما ماتلو خوه، واحد ما ماتلو باباه، واحد ما ماتلو مرتو، وواحد ما مثلو. حنا في الحاله هذه نعذروا القبائل تضرك ويموت ولدك ما بين يديك، باباك ما بين يديك، خوك ما بين يديك، ام تشوف في ولدها ميت، باب على بالنا صرات صراعات هذاك الوقت الزحف نقولوا يعني ما باليش، بصح راهم مغلولين. حنا دركا اذا كنت انا في النظام موش نزيد نضطهد القبائل ولا نزيد نشوههم ولا نخلي الشعب الجزائري يشتمهم كل، لا لا، هذه ليست بعداله وهذا ليس بتسيير نظام صائب. نورمالمون هنا الدولة الجزائرية تقمع أي شخص يتعرض ويتهجم على منطقة القبائل. تقمع أي شخص. خوتي أسباب أنه الناس تتحكم في الماك هذه بزاف، والشعب الجزائري لعب دور كبير. الشعب الجزائري لعب دور كبير. أنا اللي في الماك راهو تزيري، راهو جزائري، راهو أمازيغي. هذاك انا في عوض لما نقول له علاه خويا تخرج وحدك، علاه انا شاوي حبيت تكون معايا الا انا في بلادي، انا ما نسمعش في خويا هذاك اللي راح مع الماك على اساس تروح دير دوله وحدك ما نقبلهالكش. خويا خوكوك هنا كجزائري كامازيغي كشمال افريقيا، انا ما نخليش خويا يخرج وحده، لا لا.
اك خويا ولازم تقعد هنا في بلادك، ولازم تقعد تتبع الدولة الجزائرية، تمر راسة بلادك والقبائل بلادك وبلاد الشاوية بلادك واي بلاد بلادك، ما تخرجش منهم. على بالي راك مضرور عزيزي، على بالي راك مضرور، على بالي باللي راه مات لك خوك، على بالي باللي راه مات لك امك، وعلى بالي على بالي او ما يحس بالجمره غير اللي كواتو، ما يحس بالجمره غير اللي كواتو. يعني هذه حقائق نهضروا فيها، ما نتهربوش منها. ايها النظام، ايها النظام، عليك بقمع هذه الحثاله اللي قاعده تشتم في الامازيغ وتشتم في منطقه القبائل، ماهوش الامازيغ، تشتم في منطقه القبائل بقوه. انا هذه اللي نشوف فيها، اللي نشوف فيها كما كان نشوف فيها قمع لمنطقه القبائل والدوله ساكته. ايتها الدوله درك انت كيما تخلي ختيتيل هذا ولا ختان يشتم فيهم نورمال، وتخلي في بن سديره يشتم فيهم نورمال، من بعد يقول لك احنا ما نهضروش على الشعب القبائلي، انما نهضروا على الحثاله تاع الماك. لا، انا الماك هذا باش نخليه ونخلق فيه موش نسايسو، انما راهو على بالي من الضغط، فهمت ولا لا؟ ما نقولوا لا تدعيم، لا هك لا هك، ما ندخلوا حتى الدعيمات اخرى، انما هادو ولاد الجزائر هادو ما نخليهمش ينفصلوا بواش ان نكونوا ملاح معاهم، ان هادو خاوتنا هادو ما نخليوش يتجرؤوا عليهم حاشاك الحثاله هادو اللي قاعدين يسبوا فيهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل حتى في المظاهرات ضربوهم بعد. الناس خويا انت كتب بلاقي خارج ليكرون وقت بلاقي في ولايتك ما قاساتك حتى حاجه، هذو راهم تقاسوا مالقري نقولوا تمردوا، مالقري واش تقولوا تمردوا، مالقري واش تقولوا، بصح نو اخي. انا خويا هذا اللي في الماك انا نخليه يقعد جزائري ويقعد لداخل في البلاد، فهمت؟ لانه خويا يبقى خويا، شتيت ولا ما شتيتش يبقى خويا، فهمت؟ الحركه الانفصاليه هذه يا عزيزي موش ان نتهجموا عليها على اساس ونشوه الصورة ونبداونا لا 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 لا، موش هذا هو الحل، موش هذا هو، ماشي ديال لابوليتيك صح. إذا ما كنتش ساعات تحس فيكم دواد، ما كنتش سياسيين، كي تبداو تهجموا على حركة انفصالية تزيد تقوى. الحركة الانفصالية كي تهجم عليها راهي تتقوى، راهي تتقوى، راهي تتقوى أكثر، أو بالعكس القوة تاعها تكمن في التهجم عليها. ما تهجمش عليها، إنما بالعكس، انما بالعكس، انما الدوله تعتذر. هذاك الوقت كشتا واش تحسبوه تمرد، تعتذر على القتلى نتاع 2001، تعتذر على القتلى نتاع 2001، تعتذر على القتلى نتاع 2001. ام بشر ماتوا، اما همش كلاب يا عزيزي، او الحيوان ويغض كي يموت. راكم الساعات يطلقوا لكم انا في الفيس اخويا، راهم او بشر اللي مات في اللحظه هذيك، او كشتا واش تحسبوه برك، او يبقى جزائري يا اخي ولا لا؟ القبائل يا عزيزي هم هما اللي جابوا لكم الحريه، من اللي بدات، من اللي بدا تاريخ الجزائر القبائل هما اللي جابوا لكم الحريه. القبائل واش نادوا به كل طبق درك، موش طبق عنوه، انما الطبق فكرا، فكريا طبق. تقعدوا 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 ترجعوا لهضره القبائل، تسبوا فيهم وتقعدوا تقعدوا ترجعوا لهضرتهم. شكون كان واحد فيكم يقدر يهضر في وقت النظام السابق ولا قبل السابق؟ شكون اللي كان واحد فيكم يهضر من غير القبائل؟ شوف، لا منطقة الشاوية، لا منطقة بني مزاب، لا منطقة التوارك، لا منطقة لا 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 العرب اللي يسميو رواحهم العرب، لا أي منطقة في الجزائر ما كانتش اللي تنطق من غير منطقة القبائل. شكون اللي جاب لكم الحرية الديمقراطية اللي تهضروا فيها درك؟ هاد الناس اللي أعداء القبائل بعد، شكون اللي جاب لكم الحرية باش تقدروا تنطقوا؟ فهمتوا؟ حنا هادو خاوتنا باش ما نخليهمش ينفصلوا. انا كشاوي امازيغي من ولايه خنشله، انا ما نخليش خاوتي هادو باش ينفصلوا على البلاد نتاعهم. ما تنفصلش على البلاد نتاعك، هذه بلادك وتقعد فيها، واللي ما عجبوش الحال يرجع منين جا. اللي شاف روحه ماهوش ولد شمال افريقيا يرجع منين جا. اذا شت روحك من نجد ارجع للنجد، اذا شت روحك من قريش ارجع لقريش حبيبي، اذا شت روحك من الكوفه ارجع للكوفه، باش نجي انايا تسب في لغتنا وتسبوا في اصلنا لهنا وتسبوا فيهم وتقولوا كلش وتقولوا كلش، من بعد على الاول تقولوا عليهم باللي راهم انفصاليين. ما تقولش عليه انفصال، انت بالطريقه هذه نتاعك ايها النظام راح تخلق الانفصال في جميع الاماكن. هكا بالطريقه هذه راح تخلق الانفصال في جميع الاماكن. انت ما دام تخلي الناس تسب فيهم، ما دام تخلي في الشعب الجزائري يسب فيهم، نورمالمون لو كان درت قوانين صارمه خويا اخي، حريه المعتقد كاينه في الدستور خويا، واحد ما يتهجم عليك.
اسكو اسكو القبيل قال لك علاهك تصلي ما تصليش، علاهك تبع الحزب هذاك ماكش تبع الحزب، كل بعضاك ما تسبنيش انا، ما عندك ما دخل. النظام الفيدرالي معاه، ومن بعد سيدي مثلا نقولوا منطقه القبائل داروا لها قانون وحده، ومنطقه الشاويه قانون وحده، ولا ولايه خنش لها قانون وحده، ولا اخرى نظام فيدرالي. وين المشكل؟ بالعكس خلي نسييو، وين المشكل؟ تبقى تحت السياده الوطنيه. هاي فيها الصين شحال فيها؟ خمسه مقاطعات. هاي عايشك ما فيها فتنه؟ ما فيهاش، عادي تحت انه نقولوا الصين كلها عادي خلاص. لاميريك كيف كيف عادي خلاص، فهمت ولا لا؟ لا هاد الامور كيما هادو بالشتم نتاعكم في مواقع التواصل الاجتماعي او في البرلمان، او ينوض واحد ديبيتي ولا ينوض واحد مننا ويبدا يشتم في منطقه القبائل، عزيزي لا بزايد عليهم تضحيات، بزايد عليهم تضحيات ايها الدوله. ما تشوف يا ايها القبائلي ما تروحش تقتل روحك درك، ما بقاتش فيها انا نروح نقتل روحي على جال المنامه هذيك باش نحرر فلان. على بالك مش خلاه هذوك تاع الماك يتخرجوا كيما هاك تيرمو كرهو، فهمتني ولا لا؟ تيرمو كرهو او تيرمو كرهو، فهمت ولا لا؟ اني مانيش ماكيست، انما نسرد حقائق او كره يشوف روحه كي شغل هو، ما نبينش من بعد تتسب فيه. ما تسبوش يا عزيزي، ما تسبوش. او قالك دير البترول ما نحتاجوش، ايماجيني قالك دير البترول ما نحتاجوش، هذوك اي اقليه هي بصح، وقالك دير البترول ما نحتاجوش. خويا لا يريح خويا هذاك، ما تديرش حركه انفصاليه، طالب بحقوق واقعيه شوي منطقيه، لانه الانفصال ما يفيدكش. على بالي على بالي شو ما تحكي لي حتى الحكايه هذيك تاع، شوف عزيزي طالب بحقوق انك ارضك الجزائر كل، واحد ما يسالك في ارضك الجزائر، فهمت ولا لا؟ واني قلت لك ايها النظام اذا حبيت تحافظ على السياده الوطنيه والوحده الوطنيه ما تخليش مواقع التواصل الاجتماعي مني انا وروح بعد، من اليوم انا وروح بعد. انا نهار تسكت هذوك اللي حطوا رواحهم عرب ما يشتموش في القبائل، دركوك وبعد ما تلقاش يسب في العرب. انا يبقاو يسبوا في القبائل، انا بعد نبقى نسب في العرب، ما نكذبش عليك بكل صراحه، واني داخل الوطن، فهمتني؟ حبيت سجني على الكلمه هذه سجني، انا هضرت الحقيقه فقط، انما ما حبيتش انا مع الوحده الوطنيه لكن بطريقه عقلانيه. اذا هما يسبوا فينا وانتم ساكتين ما درتوا والو، اذا جي ختال كل دقيقه في المنشورات نتاعو البربريست ويسب فينا، نعيمه تسب فينا، الاخر يسب فينا، اللي يجي يسب فينا، اللي يجي يسب فينا، انا كي تسب لي القبائل سبيتني انا كشاوي. انا كي تسب القبائل سبيتني انا كشاوي. مهما واش تكون الانفصال تاعهم بعد، لا ما تسبوش. مهما واش ينفصلوا بعد تشوف فيهم الانفصال تاعهم ما تسبوش، درك يرجعوا واحد. والله نهار لو كنت نحيو السب برك، والله يبقى امل ويقدروا يرجعوا وحدهم. يقدروا يرجعوا وحدهم، السب بركة. فهمتني ولا لا؟ السب بركة. لأنه هذو درك اللي يتعرضوا عليهم ويتجمعوا عليكم، راكم تزيدوا غلو في الانفصال، تزيدوا غلو في الانفصال. فهمتني ولا لا؟ ما ديروا حتى حكاية من حكايات هذوك تاع التبوهيل ولا الدحدوحات هذو كيما هذو تاع، نحيوا الحكايات تاع الدحاديح هذو اللي قاعدين نديروا فيهم، خليوا الأمور كي شغل. أنا يعني أنا الحقيقة راني نشوف في القبائل والله لا تهجموا على واحد، والله لا تهجموا على واحد. أنت درك قاعد طرف تقول لهم أنا ما نقريش الأمازيغية، وهو قاعد يقول لك مالح حتى أنا ما نقريش العربية. يعني كي نخموها في المنطقة عنده الحق ولا لا؟ عنده الحق ولا لا؟ أنت اللغة نتاعو الأصلية تاع البلاد تاعو قاعد تقول له ما نستعرفلكش بها، وهو حبيت يستعرفك باللغة نتاع 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 الجزيرة العربية. ها؟ تاع الجزيرة العربية، روحوا ديروها في الترك، روحوا ديروها في أندونيسيا، روحوا ديروها في الهند، روحوا ديروها في باكستان، روحوا ديروها في أفغانستان. أفغانستان اللي درتوها زعما دولة إسلامية إرهابية داعشية، كتب ختال قبيلة واش قال لهم؟ قال لهم الحركة الانفصالية لم تصنف من الإرهاب، لكن النظام الجزائري يصنف الحركة الإسلامية من الإرهاب. عزيزي يعني مانيش، يعني قلت لك مانيش ماركيست. الحركة الانفصالية هذه أي ما قالتلكش ما رغمتش، ما راحتش للجلفة ولا راحت للغواط ولا راحت للوهرن ولا راحت للخنشلة ولا راحت للباتنة ولا راحت لهذه، قالت لها تبعيني، ما قالتلهاش تبعيني، قالت لها أنا حابة نخرج وحدي، يعني قالت لها أنا حابة نعيش وحدي، اخطيوني. فهمت ولا لا؟ الفرق بين الحركه هذه الانفصاليه على واش ما تصنفش ارهابيه، لانها ما قالتلكش ما حكمتش عليك،
والفرق بين الحركه الانفصاليه هذه نتاع ضد الدواعش هذو الارهابيين الاسلاميه، انه قاعد يقول لك لازم تقول اشهد ان لا اله الا الله ولا نقتلك. شفت الفرق ولا لا؟ الفرق اللي فاتت علينا عشريه سوداء، يعني الفرق ما بين الحركه الاسلاميه والحركه نتاع الماك او فرق كبير. الحركه هذه صح حابه تخرج بسياده وحدها، معليش في الفكر تاعها، حابه تخرج بسياده وحدها، لكن ما تمثلش خطوره قد ما تمثل الحركات الاسلاميه. الحركات الاسلاميه تمثل ارهاب وقتل للشعب داخل الشعب، يفرض عليك تكون مسلم بلا ربي، يفرض عليك تكون مسلم بلا ربي، لو كان ما تكونش مسلم تموت، لو كان ما تكونش مسلم تموت، لو كان ما تصومش تموت، لو كان ما تصليش تموت، لو كان ما تديرش الخمار تموت، لو كان ما تروحش تحج تموت. عزيزي لا 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 يا عزيزي، لا لا يا عزيزي يا ختال، ما تخلطش ما بين الحركه الاسلاميه ولا الحركات هذو الانفصاليه الاسلاميه والحركات الانفصاليه هذيك شغل حتى روحها تحرريه، حبه قالت انا نحب نهرب براسي. انا ضدكم انكم تهربوا بريسانكم لانكم خاوتنا تقعدوا في البلاد هذه. هذه البلاد نتاعك سمعت ولا لا؟ تقعد فيها وخشوم فوق خشومهم. واحد ما يحوسك منها البلاد هذه. البلاد هذه هذه تاع الامازيغ. اللي قلت لك اللي ما عجبوش الحال يرجع للدوله منين جا. يرجع لبني هجرس منين جا، ولا يرجع القراميطة منين جا، ولا يرجع لبني هلال تاعو، ولا يرجع منين جا، من اليمن ولا من منين جا، ارجع لها حبيبي. ما عجبتكش البلاد هذه كشمال افريقيا ارجع ارجع. ما حبيش الامازيغيه هذه تدرس في المدارس، خويا القبائل ام بارتو، القبائل ام بارتو، الامازيغ ام بارتو، الناس اللي تتكلم الامازيغيه واللي حابه تقري الامازيغيه لعل يوجد عرب بعد حابين يتعلموا اللغه الامازيغيه. يوجد من انه يسمي روحه عربي بعد ويحب يتعلم لغه امازيغيه. تلقى في الجلفه فيها القبائل ولا لا؟ تلقى في الجلفه حتى عبد قال خليني نتعلم الامازيغيه، انا نعرف احباب صحابي من الغواط والجلفه قاعد يقول لي والله يا كوكو مشيت نتعلم الامازيغيه ساعات وفهمني في كلمات بالامازيغيه. يا اخي ولا لا لا؟ انت درك كي تقول انا في الجلفه ما نقريهاش ولا في وهر ما نقريهاش ولا الاخر ما القبائلي عنده الحق، مالك يقول لك انا ما نقريش العربيه في الولايه نتاعي. عنده الحق القبائلي كيقول لك ما نقريش العربيه في الولايه نتاعي. كيف انت ترفض له اللغه نتاعو الاصليه ما حبش تقريها وانا نقريك اللغه نتاعك؟ لا لا. اه من بعد جيت تحشيها لي انا باللي العربيه لغه الاسلام، الاتراك قراوا الاسلام باللغه التركيه. اندونيسيا قرات الاسلام باللغه الاندونيسيه، باكستان قرات الاسلام باللغه الاخر، اغلب الدول المسلمه المحافظين على الاسلام تاعهم لا تتكلم ابدا العربيه، انما العربيه هي اقليه شعبويه في العالم. في العالم الاسلامي اصلا، اذا حبيتوا تعطوا روح تعلم الاسلام بعد. هذو امور ما تصلحش يا خوت. هذو امور اذا حبينا نحافظوا على الوحده الوطنيه اللي راكم تهضروا عليها صح. انا الامنيه تاعي مش الوحده الوطنيه برك، انا الوحده تاع شمال افريقيا بكل، انا ماذا بيا شمال افريقيا كل يتوحد. انا ضد تقسيم اي بلاد. انا ضد التقسيمات هذوك كلها. انا ضد التقسيمات هذوك كل. بصح ماهوش انه باش نروحوا نحافظوا على السياده الوطنيه ان تهجموا، ما تهجمش. ما تهجمش على منطقة القبائل، لأن التهجم على منطقة القبائل خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي أي أكبر حرب وأكبر حرب. التهجم في مواقع التواصل الاجتماعي على منطقة القبائل، الماك غدوة البارح إذا كانوا فيه 100 يرجعوا فيه 1000، إذا كانوا فيه 1000 يرجعوا فيه 10000، إذا كانوا فيه 10000 يرجعوا فيه 100000، إذا ما كانوا حتى تخلط الأمور. عزيزي انا القبيلي حبيت يكون تحت السياده الجزائريه ونكون انا اخوك شاوي. انا ما ندخلش عندك بالباسبور خويا، انا ما نحبش ندخل لمنطقه تيزي نشتيها بالباسبور عزيزي. انا ما نحبش ندخل لمنطقه تيزي بالباسبور، فهمت ولا لا؟ حتى انا عندي ورث معاك الفم اخويا القبيلي، او سني حتى انا عندي ورث معاك الفم، ندي حتى انا عندي جبل الفم يقولوا له جبل الكوكو، قريه كوكو، ايه اني كوكو حتى انا، حتى انا ندي معاك الفم. اك حبيبنا فهمت عزيزي ولا لا؟ اك خويا ايها القبايلي فهمت ولا لا؟ لا على بالي يشتموا فيك الجزائر 47 ولايه راهي قاعد تشتم فيك، ولا 43 ولايه ولا 45 ولايه راهي قاعد تشتم فيك عبر التراب الجزائري، يشتموا فيك، على بالي يشتموا فيك منطقة القبائل، على بالي راكي تعرفي وش هو، راكي هضرتي من لا غالب. يا اخي ولا لا؟ رغم انك انت اللي جبتي لهم الحرية تلك المنطقة، بعد الاستقلال انت اللي جبتي الحرية. بعد الاستقلال مع النظم السابقة كلها انت اللي جبتي الحرية منطقة القبائل، وبكل صراحة ما يقدر ينكرها حتى جزائري هنا. انتوما جيتوا لقيتوها بالقلار. القبائل
ضحاو عليها، انتوما جيتوا لقيتوها بالقلار ومن بعد رجعتوا تسبوا في القبائل، يعني عيب، عيب شويه عيب. ما كانش حاجه ما طالبوش بها القبائل وما لقيتوهاش. انا يعني قلت لكم طالبوا بال 63 بتاعدو ديال الحزبيه طبقتوها في ال 88، طالبوا بال 80 بالامازيغيه طبقتوها يا اخي، ولا لا استرتوها درك يا اخي، درك خلاص خلاص. لا فيها ينفصل خويا يحط منطقة القبائل ولاية وحدها ولا دولة وحدها لا والو. قبائل خويا تقعد هنا في الوطن نتاعك، واللي ما عجبوش الحال يروح يعطي، نعطيها لك بعد. اللي ما عجبوش الحال يروح يعطي. بنقرينا انا لو كان جيت من الدولة الجزائرية بنقرينا نهبطوا للحبس، نهبطوا للحبس، نهبطوا للحبس، لانه هذو اللي عندهم القومية الإسلامية العربية هم الإرهاب. ما تجيبهاليش انا باب بالعاطفه الدينيه هذيك وتقول لي انت عدو الدين وانت ماكش وانت كافر وانت مرتد وانتم مليح لكم بومدين بكري ومليح لكم الاخر بكري. بومدين اللي ناكلها بابا سي بون، بومدين اللي ناكلها بابا من الاخر. بومدين لو كان سكتوا هذاك الوقت وداروا التعدد ديال الحزبيه ومشات الامور وما كان والو، راهي مشات الامور تطورت البلاد هذاك الوقت وحنا مشينا لاباس بخير. نهضروا الواقع ما نهربوش منه. الهضره اللي هضروها القبيل كل من بعد ظهرت صحيحه. نعتوني هضره هضروها القبيل ومن بعد ما طبقتوهاش. هضرتوا على الحريه وهضرتوا على الديمقراطيه، جابوا لكم ديمقراطيه القبائل، جبتوها انتوما. شكون اللي جابها؟ شكون اللي جابها في الجزائر الديمقراطيه؟ راح تقول لي الحراك هذا هو اللي جاب الديمقراطيه؟ الحراك اللي جاب الديمقراطيه؟ الحراك هو اللي جاب الديمقراطيه؟ يروح تلعب على راك. الحراك عمره اللي جاب الديمقراطيه. والله لا جاب ديمقراطيه لا ذره ديمقراطيه. القبائل هما اللي جابوا لك الديمقراطيه. القبائل ولا اللي خلاوك تهضر في مواقع التواصل الاجتماعي كيما انا نهضر درك. كوم مش القبائل نعطي انا لهنا، كوم مش القبائل نهضر انا كيما هكا نهضر الصبع. كنا كي القحاب، كنا ساكتين كي القحاب، يهضر واحد فينا نيكوه ولا لا؟ كنا ساكتين كي القحاب ومن بعد جايين تلعبوها درك كلها. ها تسبوا في القبائله، تسب في واحد جاب لك الحريه، تسب في واحد جاب لك الحريه، تسب في واحد جاب لك الحريه يا طحان، تسب في واحد جاب لك الحريه وفوق هذا الدوله الجزائريه ساكته خلاص من هذا. اذا حبيتي صح الناس اللي تغير على الوطن، الناس هذو اللي تجمع القبائل وتغير على الوطن، ما تسبش القبائل درك، تبقى الوحده الوطنيه. مش قضيته الطفل المدلل هذا واش راح يحط ارواحهم القبائل هذو وكي شو، لا لا اكتسب فيهم يا عزيزي، اكتسب فيهم، تسبوا فيهم. بنقرينا وبنسديره هذا ولا معباليش واش، وختال ونعيمه هذو كلها نورمال، مو تحبسوهم. شت والله لو كان تحبسوا هذو ديروهم في السجن، نقسم لك بالله العلي العظيم، نقسم لك بالله العلي العظيم، والله العلي العظيم غير الامور غير تبدا تجري المسرات، تولي ترجع الامور لمجراها عادي خلاص. والتريقله ان شاء الله وراح تكون باطي شويه الامور حتى تريقل البلاد هذه مليح. بصح مادام تخليو في هذه الحثالات يديروا في الفتنه هذه ويسبوا من بعد يردوا باللي الشعب الامازيغي ولا القبيلي هذا، القبيلي هذا يدير هو في التفريقه، لا القبيلي موش قاعد يدير في التفريقه عزيزي، القبيلي موش قاعد يدير في التفريقه، انما هذو اللي قاعدين يديروا في التفريقه هما اللي يسبوا فيهم. ما طفيوش النار بليسونس، ما طفيوش النار بليسونس، بالعكس اكبر خطر على النظام الجزائري هو الحركات الإسلامية أو الإسلاموية، لأنها بعدها راح تولي حركات متطرفة، لأن الحركات الإسلامية أو الدينية هذه راح يدخل الإسلام في الوسط ويدخل فيها الجهاد ويدخل فيها الجبل ويدخل فيها حرب العصابات. فهمت ولا لا؟ أضربوا حرب. بالعكس أنا نخاف من الحركات الإسلاموية، أنا مسلم لكن خاف من الحركات الإسلاموية لأنها تفرض عليك أمور بالسيف. يلزم تحجب بنتك ولا تقتل، ها يلزم بنتك تحجب ولا تقتل. ما عندك ما دخلك في بنتي تحجب، ما عندك ما دخلك في مرتي تحجب، أنت عندك دينك. خويا أقرأ سورة الكافرون، خويا كي عاد مسلم أقرأ سورة الكافرون، ما تقراليش سورة التوبة فاقتلوهم كفة حيثما وجدتموهم، ما تقراليش انا الصور هذوك نتاع القتل 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 على اسم اننا. حتى هذيك سوره التوبه ربي ما حبش يبدا بها بسم الله، ربي ما قالكش راهي باسمي سوره التوبه هذيك تاع الجهاد، ربي وما دارش فيها بسم الله. لماذا؟ لانها قالك ماهيش باسمي يا اخي. اي حاجه نقولوا فيها بسم الله هي بسم الله،
كلمه بسم الله هي بسم الله، سوره التوبه ما دارش فيها بسم الله، هي اللي فيها القمع وفيها كلش. وعلى الاخر قال لك فلقد تاب الله عن النبي والمهاجرين، يعني كان خطا في الجهاد وغلو في الجهاد في يهود وبني قريظه، فهمت ولا لا؟ المهم خلينا باش ما ندخلش في التاريخ، التواريخ هذو، هذه كنصيحه فقط. انا رساله للنظام عزيزي، اذا حبيت تنجح صح، اذا حبيت تنجح صح، حبيت تنجح صح، ما تخليش الحثالات هذوك يسبوا القبائل. اقسم باذن الله، والله انا كداعيه بعد نولي كداعيه ونولي والارض هذه نخليوها مع بعضها، اذا كاين خلل نريقلوه خاوه خاوه، اذا كاين اخويا انت حطيت روحك عربي راك عربي اخويا، ما حتمتش عليك تكون امازيغي، ما حتمت عليك تكون امازيغي ما والو، بصح ما ترفضليش في الولايه نتاعك تدريس اللغه الامازيغيه. ترفض في الولايه نتاعك تدريس اللغه الامازيغيه، عندهم الحق القبائل كيرفضوا لك تدريس اللغه العربيه لهيه. كيف انت ترفض لي تدريس اللغه نتاعي انا الاصليه، وانا نحب، انا عندي، انا مثلا هنا حبيت في خنشله هي تدريس اللغه الامازيغيه، حبيت ولادي يتعلموا اللغه الامازيغيه هي كتابتها هي، انا حبيت ولادي كيما هك، اذا نحافظوا على اصلنا تردونا باللي رانا خماجات ورانا ما عباليش واش، لا لا ماشي بالطريقه هذه. لاني قلت كلام ما درتوش مع الاتراك والدول الاخرى الاسلاميه الاخرى، ولا حنا كيعاد مسالمين، حنا مسالمين، مسالمين هاي هي تتهموا في القبائل هذو باللي على اساسها متمردين ومن اسكو اسكو. خلينا من 63 وي وقع فيها السلاح، وما بين ديجا هذاك الوقت كانوا عندهم الجوايفيز والسلاح. اسكو في 2001 كي ماتوا من القبائل 128 واحد، اسكو هزوا السلاح وطلعوا للجبل وقاعدين يحاربوا في الدوله الجزائريه بالسلاح؟ لا، يعني هذا تاريخ ما نساوش. واش ضربوا بالقراعي وضربوا بالعصي وضربوا بالحجارة؟ واش ضربوا؟ ضربوا بلي كلاشة، تيروا بلي كلاشة، تيروا بلي كلاش، طلعوا للجبال كيما في التسعينات هذو الاسلامويين. يعني هذه بكل صراحة، وانا اخر كلمة نقولها، رانا خوا في البلاد هذه، اذا حبيتوا تنجحوا ما تخليوش واحد يشتم القبائل. والله 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 غير نوليو خوا، لانه حتى القبائل الغيظ اللي جاهم مليح وجاهم من الشاوية ما جاهمش حتى من العرب، والله لا جاهم من هذو المستعربين، انما جاهم من الشاوي اكثر، لانه كيشوف شاوي يشتم فيها ويغيظوا الحال. درك انا لو كان نوض نبدا نشتم القبائل او يغيظوا الحال كوني كامازيغي كيشوف الان ندافع لك على اللغه نتاعك والاصل نتاعك ايها الشاوي، وانت قاعد تسب فيا او ابيك بلي او تشوكا. نعطيكم واحد الحاجه، حطيت منشور انا هنا في الفيسبوك، واش كتبت فيه؟ واش كتبت فيه؟ كتبت انا شيات القبائل، على بالك على واش ندير منشور المنشورات هذو اكسبري اكسبري باش تحس ايها الشاوي بوحد الفكره. واش هي؟ انا حطيت قاعد نشكر في القبائل ونتهجم على الشاويه. الناس مو الشاويه كاصل، الشاويه الناس اللي كونتر القبائل والناس اللي كونتر الامازيغيه، هو شاوي هو امازيغي، فهمتني ولا لا؟ انا ما نقدر نطلع حتى واحد اخويا، ما نقدرش اني مبلوكي باش نقدر نطلع واحد، الفيسبوك ما نقدرش نطلع به، فهمت؟ لانه الفيسبوك الاخر عطاو لي به شر، عندي فيسبوك واحد برك نقدر نطلع به، ادمين واحد برك، باقي انا ما نقدرش نطلع به. على واش كنت ندير المنشورات هذو في الفيسبوك نتاعي؟ اني نقول اني شيات القبائل ودرت لاديان ولقيت روحي قبائلي، على واش؟ انت روماركيت يعني كومونتاو لي الشاويه قالوا لي انت نكر اصلك يا شيات القبائل، على بالك على جال واش ولا لا؟ نفسها النظره هذه كيما يشوف فيك انت، كيفاه انت شاوي امازيغي وتنكر في اصلك. انت شاوي قاعد تقول كوك وتنكر في اصلك وتقول اني قبائلي. شو مليحه غاضك الحال انت ايها الشاوي كينوض شاوي ويقول لك اني قبايلي، غاضك الحال انت الشاوي كينوض كوكو مثلا شاوي ويقول تحيا القبايل، غاضك الشاوي غاضك الحال الشاوي، وهما ما يغيظهمش الحال كينوض شاوي ضد القبايلي ومسامي العربوشي. معليش رانا خواك العربوشي هنا تحت السياده الوطنيه الجزائريه، معليش بصح ماهوش تنوض تسب خوك. انا في منشورات يبرك تلقى درك تلقاهم يسبوا فيا ويقولوا له يا خاين يا خ انت طيحت بالشاويه وانت رخصت بالشاويه وانت من هنا وقاعد تقول رديت روحك قبايلي يا شيات القبايل يا قواد القبايل يا ما عملش قواد القبايل. نفسها النظره كيفاه يشوف فيك القبايلي كامازيغي وتميلوا مع العربوشي، تميلوا مع الفكر العربي ومع العرق العربي. او نفسها شفت على واش درتلك؟ درتلك اكسبري باش نشوفك، باش نرد عليك كيما اللحظه هذه هذا الرد، فهمت ايها الشاوي ولا لا؟ فهمت الاحساس هذاك اللي حسيت به كوكو كي قال لك قبايلي ولا لا؟ نفس الاحساس كيفاه يحس به القبايلي عليك انت كيشوفك تنكر في اصلك.
يا اخي ولا لا؟ احنا خوا معليش في البلاد هذه، ونبقاو خوا في البلاد هذه، ومن اجل الوحده الوطنيه لا تشتموا القبائل. ما تشتمش القبائل راح تكون وحده وطنيه، تشتموا القبائل والله العلي العظيم مستحيل تسلكوا على خير. هذا اللي راح نقولها لكم، لانهم هاد القبائل لو كان جاو خوافين ولا جاو ساكتين راهم حبسوا، راهم من 60 ولا من 49 هما ماهمش ساكتين، من 1949 هما ماهمش ساكتين. باش ديرها في بالك، باش ديرها في بالك، من 1949 هما ماهمش ساكتين. خلاص يا اخي ولا لا؟ احنا باش خاوتنا هادو ما نخليهمش ينفصلوا، ما نخليهمش، يلزم نكونوا ملاح معاهم، يلزم نوقفوا معاهم. بواش مش نوقفوا معاهم نروحوا نديروا ما عباليش زحف ولا نديروا فتنه ولا لا، نوقفوا معاهم كي ما نسبوهمش برك رانا ملاح، كي نبلعوا ترامينا ما نسبوهمش برك رانا ملاح، كي ما نسبوهمش برك قالك ما تسبنيش برك، وعيش هناك في حياتك انت في خنشله ولا في باطنه ولا في الجلفه ولا في الغواط ولا في طم، عيش هناك في حياتك. قلت ما تسبنيش انا في حياتي، قلت انا اذا قبايلي عندنا واحد يصلي عندنا واحد ما يصليش، عندنا واحد كيصوم عندنا واحد ما يصومش، عندنا واحد، وش هو الفرق بين القبايلي هذاك اللي او ياكل جهر نهار والفرق بين هذاك اللي قاعد ياكلوا في الغابه من الضر؟ وش هو الفرق؟ تلوح لي هذاك تاع لعن الله المجاهرين، يخليك من تمنيك، خليك من النفاق، خليك من النفاق، خليك من النفاق، عادي خلاص. في 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 ولايات زعما تحط باللي ولايات اسلاميه وكل شيء يكو في رمضان ياكلوا فيه عادي خلاص، ومن بعد يجي يقول لك القبائل ياكلوا في رمضان ديريكت، راهو ولاو لنا توانسه. هاي خليك من التمنيك لهي. نعم للوحده الوطنيه خاوتي ايها الانفصاليين، راكم خاوتنا، ارجعوا للصف، وهذه بلادكم، واحد ما يخرجكم منها، وحط بلادك باللي راهي الرقعه الجغرافيه هذه من عين بنيان لصحراء الزيبان الاوتيل تين هينان في طام الراست، من عنابة الوهران، هذه كل بلادك. تنفصلش، لا تنفصل، نعيش هنا فوق خشومهم، نعيش في بلادي فوق خشومهم. ونقول لكم الزول ولا النزول، ايتما ايمازيغن سلع عقل ايتما الامور تهكورو تراك سلع عقل ما كان والو، وثلاثنا هنس وعانت باللي انشني ديما كونتر الاسلام، نشني وليش كونتر الاسلام، نشني كونتر الحركات الإسلامية اللي نخسن تيك التيروريزم ذاك يمورثنا، نشني بزيدنا ننغى نموت ونموت ونموت الهول قد تاريخنا زيك خلاص، لي رومان لي فوندال لي فرنسي لي تيرك سي بون، بزيد فلانة بزيد فلانة متانت دوم انتكم ينير وأزور ولا نزور، والسلام عليكم.